النهاردة هنكمل الجزء الثاني من الـ Valve Components. احنا في الجزء الأولاني اتكلمنا عن بعض الأجزاء، زي ايه مثلا؟ لما نيجي نبص هنا اتكلمنا عن كل اللي متحدد بالأصفر ده، الـ Hand Wheel، واتكلمنا قلنا الـ Stem والـ York المرة دي، والـ Clamp، اتكلمنا عن الـ Bonnet والـ Seat سواء كان اللي هو Back Seat أو Front Seat، اتكلمنا عن الـ Disc والـ Body. تمام، النهاردة بقى هنبتدي نتكلم عن باقي الأجزاء. أول حاجة معانا هي الفالف ستيم. إيه أهم جزء الفالف ستيم ده؟ الجزء اللي شبه المسمار. الجزء اللي شبه المسمار ده هو الإيه؟ هو الستيم بتاعنا. طيب الجزء اللي شبه المسمار ده بيعمل إيه؟ الويل بتتحرك عليه، الويل اللي هي دي الهاند ويل اللي فوق، لما بتلفها هي بتلف المسمار ده، هنسمي الستيم وكأنه مسمار او الاوز ده. تمام، فلما بيتحرك بيحرك الستيم اللي هو الدراع الازرق ده، فالستيم لما بيتحرك بيحرك الديسك ايا كان نوع الديسك ايه، فالديسك ده يا يترفع يتحرك لفوق فيبقى اوبن، او يتحرك لتحت ويبقى ايه، ويبقى كلوز. طيب يبقى احنا كده عندنا الفالف ستيم، ايه المهام بتاعتها؟ اول حاجه هي مسؤوله عن الديسك موفمنت، الحركة بتاعت الديسك بتاعنا سواء كانت لفوق، الحركة لفوق معناها ان هو open، او الحركة لتحت معناها ان هو ايه، ان هو close. فاحنا فين الستم عندنا؟ العمود الاصفر الطويل ده. تمام، طيب ومتصل بتحت بالايه، بالديسك. فلما الستم بيتحرك نتيجة حركة الويل بيحرك لنا الايه، الديسك. يبقى اول حاجه الحركه بتاعت الديسك، تاني حاجه بيكونكت، بيربط ايه بايه؟ بيربط الويل اللي عندنا دي او الهاند ويل، بيربطها بمين؟ بيربطها بالديسك. فبالتالي بيأدي، يعني رقم اتنين ده هي اللي بتأدي للموفمنت اللي موجوده في ايه، في رقم واحد. وكمان هو عنده قدره ان هو يموف يا اما لينير موفمنت يا اما بيروتيت. ازاي بقى؟ احنا قلنا ان هو بيحركه لفوق ولتحت، فالستيم ده لو بيتحرك لفوق او لتحت دي اسمها لينير موشن. طب لو بيتحرك كده، اللي بيتحرك كده يعني بيروتيت او بيدور، بيدور مع مين؟ بيدور مع الايه، مع العجله اللي هي الهاند ويل. يعني الهاند ويل دي لما بتدور هو كمان بيدور معاها، فبالتالي هو بيعمل ايه، نوع من انواع الحركه، نوعين من انواع الايه، نوعين من انواع الحركه. ده بالنسبة للفالف ستيم. الفالف ستيم ده مهم علشان احنا هنقسم الفالفات لنوعين دلوقتي على اساس الفالف ستيم. تمام، نخلينا فاكرينه. طيب بعد كده عندنا الفالف جلاند، وقلت الجلاند ده يعني هم اربع حاجات موجودين في الصورة كده في الاول، زي ما احنا شايفين الجلاند المسمار بتاعها والبوش والفلانج، وعبارة عن ايه؟ وعبارة عن باكينج. طيب نيجي هنا بقى، فين الشكل بتاعه ده؟ اللي متشاور عليه فوق ده الستيم اللي احنا لسه شارحينه دلوقتي. طيب فين بقى الجلاند؟ الحتة دي رقم واحد، ده الجزء الاولاني وده الجزء التاني. الجزء الاولاني اسمه الجلاند بوش او بوشينج، والجزء التاني اسمه الجلاند باكينج، والاتنين مهمين. لو عندنا الجزء اللي باقي مسامير فهيبقى هنا في مسمار، فيبقى في بولت هنا بيقفل، وفلانج احنا عارفين ان الفلانج دي حاجتين، جسم كده وجسم كده، وبنربطهم بايه، بمسامير مع بعض. تمام، طيب ايه لازمة بقى الجلاند بوش والجلاند باكينج؟ هما مهمين جدا جدا جدا. طيب البوش اللي هو رقم واحد ده، اللازمة بتاعته ان انت بيبقى عندك المنظر هنا ده ستيم، واللي تحت دي اللي هي البونت، صح كده؟ طيب ايه اللي يمنع الفلويد اللي عندك اللي انت اللي هو بيعدي اصلا في الفالف ان هو يطلع كده، يطلع لفوق ويجي طالع من الستيم ويغرق لنا الدنيا هنا؟ ايه اللي يمنعه؟ وجود الباكينج والبوش، هما دول السبب الاساسي. يعني من الاخر وجود الايه، الجلاند. فالبوش ده بيأبلاي بريشر، بيطبق ضغط، او بمعنى تاني بيقول لك ان هو بيكمبرس، بيضغط على ايه،
بيضغط على اي حاجة تحته، فاحنا هنسميها هنا ان هو بيضغط على الباكينج لان هو ده اللي تحته على طول. طيب فبالتالي هن افويد اي فلويد ليكج، اي تسريب فلويد يجي طالع من تحت وطالع ايه وطالع فوق، يبقى البوش هي ابلاي بريشر والباكينج هيعمل ايه؟ هيمنع التسريبات. الباكينج ده زي الحشو، تمام؟ الحشو ده معظم الوقت بيكون يعني اشهر نوع حشو اللي هو التفلون، ده من اشهر الامثله يعني. او ممكن تحط رابر اللي هو مطاط، في ناس بتحط نوع من انواع البلاستيك، بلاستيك يعني بيتحرك شويه فليكسبل شويه، فبالتالي لما يجي الفلويد عايز يطلع ويهرب ويطلع ناحيه الستيم يقول له لا عندك انا الجلاند بوش ضاغط ضاغط لتحت والحشو ايه عامل عزل، الحته دي مش مفيش اي ليكويد هيعرف يعدي ايه يعدي منه. ده بالنسبه للفالف جلاند بوش اند ايه اند باكي. اخر حاجه معانا من المكونات او الكومبوننتس بتاعه الفالف اللي هي اليورك، تمام؟ واليورك كده حاجه بسيطه جدا، انت بالمنطق كده عندك ادي الستم اللي بيتحرك عشان يحرك لك الهاند ويل او الاكشويتر اللي عندك الهاند ويل. طيب اي ألوز بيتحرك مش بيعوز حاجة تانية، ألوز برضو علشان يدخلوا في بعض، الحاجة الألوز اللي هنا دي اسمها يورك اللي هي الحتة دي، لو فتحناها من جوه هنلاقي الشكل بتاعها عامل كده. المفروض تبقى دي لقدام، بقالي كتير ما رسمتش، فتبقى لقدام يعني المنظر كده، وبعدين كده هتبقى من جوه بقى فيها الألوز بتاعتها، تمام؟ فالألوز اللي هنا هتلف على الألوز اللي هنا، يعني اليورك ده مش مستقيم، مش حاجة سوليد من جوه، لا بتبقى ايه مقلوظة كده. طيب ايه اللازمة بتاعتها؟ زي ما هو واضح انت دلوقتي بتقلاو او بتسمح لمين؟ بتسمح للستم ان هو يموف اب اند داون، يعني مين اللي مسؤول عن ان هو يطلع فوق ولتحت الهاند ويل، لكن مين اللي بيسمح له بالحركة اصلا؟ مين اللي مقلوص زيه فبالتالي بيقعدوا يلفوا على بعض ويحصل الحركة لفوق ولتحت؟ ده اليورك، تمام؟ فاحنا لو جينا بصينا كده نرجع للصورة بصة اخيرة، فبالتالي احنا عرفنا الستيم ده، ماشي؟ ادي الستيم، الستيم اللي هو العمود ده وهو المسؤول عن حركة الويل لفوق ولتحت، او حركة زي ما قلنا هنا الديسك لفوق ولتحت، وبيربط ما بين الديسك والهاند ايه والهاند ويل. اليورك هو الألوز اللي موجود هنا اللي هو الجزء ده والجزء ده، هو مقلوص كده وهي بتتحرك ايه بتتحرك فيه. الجلاند بول اللي هو المسمار اللي قافل على الفلنجية اللي هي الحتة دي، وعندنا موجود البوش والايه والباكينج، حاجة بتضغط، ماشي؟ ادي البوش اللي هو الجزء البنفسجي اللي عندنا ده، والباكينج اللي هو جزء اللبن اللي تحته، فده بيضغط والباكينج بيمنع اي تسريب للفلويد ان هو يجي داخل من هنا وطالع ايه في الاتجاه ده. طيب اتكلمنا عن حاجة تانية النهاردة؟ لا كده تمام. طيب احنا قلنا الستيم، الستيم مهم علشان احنا بنقسم الفالفات على اساسه، عندنا نوعين من الفالفات على اساس الستيم. اول حاجه اسمه رايزنج ستيم فالف، ده رقم واحد اللي هو ده. النوع الثاني اللي هو نون رايزنج ستيم فالف اللي هو اللي في الصوره رقم 2. زي ما احنا شايفين الفرق ما بينهم في الهاند ويل، ايه اللي حصل في الهاند ويل هنا؟ اتحركت هي، يعني الستيم بتاعنا واقف اهوت في مكانه والهاند ويل طلعت ونزلت عليه، لكن هنا الهاند ويل ثابته في مكانها والستم جوه هو اللي عمال ايه هو اللي عمال يلف ويطلع لنا او ينزل لنا في الديسك. فاحنا عندنا الرايزنج ستيم فالف، الرايزنج ستيم فالف بيكون فيه الفالف الستم بتاعه فيكسد فيه، تمام كده؟ يعني ده ثابت في الايه في الفالف، ده الفالف بودي وادي البونت بتاعتنا وادي احنا شايفين الستم بعنينا اهي. المفروض انا مش بشاور كده،
احنا عندنا البادي وادي البونت وده الايه وده الستيم. طيب فانت عندك دلوقتي بيقول لك ان الستيم بتاعتك دي فيكسد في الفولت، بس بتتحرك موف امتى؟ وايل اوبريتنج. يعني لو انت بدأت تلف وتحرك هتبتدي تتحرك ايه، هتبتدي تتحرك معاك، تمام كده؟ طيب يعني ايه هتلف معاك اقصد. طيب تاني حاجة هي بالتالي يعني المنظر لو كده، لو في جزء فوق معناها ان برضو الديسك بتاعنا في جزء منه تحت. احنا ده معناه ايه؟ معناها ان الجزء ده نازل كله تحت وقافل، تمام؟ طيب ده بيدينا indication للposition of، indication of الposition of ايه؟ of الديسك، من غير ما تقعد تخمن. انت عندك حتة فوق اهي معناها ان الديسك متحرك لتحت، طب الحتة دي مش موجودة والويل مكانها هنا، لو الويل مكانها هنا يبقى هو كله مفتوح، فضلت الف 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 وهي عماله تنزل وبالتالي عماله تنزل معاها الديسك، معناها ان هي indication of the position of الديسك. يعني في الحاله دي مكانها هنا بيقول لي ان هو ايه، ان هو closed، وهنا معناه بيقول لي ايه، ان هو ده loop valve، فبيقول لي معناه ان هو ايه، ان هو open. لو الويل فوق تاني، لو الويل موجوده فوق معناها ان هو مفتوح على اخره، كل لما تقعد تلف فيها تلف فيها تنزل لتحت كده، فهي كل ما تنزل لتحت يعني كل ما تنزل الاتجاه ده move in this direction هيحصل ايه، هتكلوز، كل ما نحركها هتقفل the disk and seat، يعني البتاع هيبقى ايه، الفالف بتاعنا هيبقى ايه closed. طيب بنستخدمها امتى دي؟ بتستخدم في حالة واحدة بس، النوع ده من الفالفات ما ينفعش ندفنه تحت الارض. بسبب ايه؟ بسبب الحته اللي بارزه دي، فهو بيستخدم في الاباف جراوند بايبنج سيستم، تمام كده؟ يعني لو انت البايب بتاعتك فوق الارض عندك خط جاي عايز تحط عليه فالف، ممكن تحط الفالف اللي هو رايزنج ستيم ده، لان هي بيبقى فيه منه جزء فوق، انت اصلا هتشوف بعينيك الجزء ده وهيديك انديكيشن، وكمان ده ما ينفعش يدفن تحت الارض. طب ايه اللي ينفع بقى يدفن تحت الارض؟ اللي هو النون رايزنج ستيم فالف. والنون رايزنج ستيم فالف الهاند ويل بتتحرك حركه دائريه يمين او شمال عشان توبن او كلوز، وانت ما بتقدرش بعينك تشوف، هي ده يعتبر عيب، بس هي ليها مزايا كتير. يعني you can't indicate no indication إذا كان الفالف اللي عندك open أو إيه، أو الفالف اللي عندك closed، تمام؟ هي ما بتديش indication مش زي التانية، بس الميزة بتاعتها بقى إيه؟ إن هي ممكن تستخدم above ground زي التانية زي الرايزنج ستيم، أو under جراوند. ليه اندر جراوند؟ لان مفيش جزء من الستيم ظاهر، احنا عندنا الستيم كله تحت الايه، تحت الهاند ويل. طب انا استخدمها اباف جراوند زي التانية، بس بتبقى في مثلا في حالة لو انت ما عندكش اناف اريا مثلا، لان هو يعني ايه اناف اريا، لان هو اصلا صغير في الحجم مقارنة بالايه بالرايزنج فولف، تمام؟ طيب والاندر جراوند دي عرفنا ليه، لان هو ما فيش جزء من الستيم بتاعها بيكون ايه، بيكون ظاهر، فانت بيكون عندك الويل كونكتد بالستيم والستيم كونكت، يعني عندنا الويل اهي وكونكتد بالستيم والستيم كونكتد هنا بالايه بالديسك، تمام؟ احنا كده خلصنا الجزء الثاني من مكونات الفالف، وعرفنا الفرق ما بين الرايزنج والنان رايزنج ستيم فالف. شكرا لك.